السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نكمل مع بعض. احنا كده عملنا ايفالويت لدي ولدي، صح كده؟ جميل. نيجي بقى نمسك دي، فقلنا زي ما قلنا زي ما نعمل ايه، نحط نقطة. طيب المفروض نمشي فين؟ فوق شمال او تحت؟ طب انت ايه براحتك، ده هنا مليان وده هنا مليان، فهتمشي في اي حتة براحتك، فانا همشي تحت. تمام، ما قدامكش ان انت تمشي ايه شمال، صح كده؟ فهتمشي شمال. جميل جدا. بعدين ما قدامكش ان انت تمشي فوق، لان اصلا شمال شمال فاضي اصلا. تمام، وكمان فوق ده هيقربك، هيوصلك اقرب للكروس دي باس او للسورس تاني. تمام، وبعدين تقفل ايه كروس دي باس. تمام، بعدين تعمل هنا سهم، هنا سهم، هنا سهم، هنا سهم. تمام، جميل. تيجي تكتب تحت كده، تيجي تكتب تحت. احنا بدأنا من عند البي، عند البي اف، صح كده؟ عند البي اف، بي اف. تمام، جميل جدا. نمشي فين؟ نمشي تحت لعند فين؟ السي اف. تمام، بعدين هتمشي كده عند فين؟ عند السي اي، صح كده؟ نركز مع بعض، السي اي اهو. تمام، بعدين نطلع فوق عند البي اي، صح كده؟ بعدين نقفل كلوز ذا بوكس. تمام، نحط البلس والماينس ايه على طول بقى، احنا فهمنا حاجة زي كده، بلس ماينس بلس ماينس. تمام، نيجي نكتبهم تحت. جميل جدا، بلس ماينس بلس ماينس. تمام كده، جميل جدا. اخر واحد بقى اللي هو دوت، صح كده؟ فانا بسرعه كده عايز امسح البتاع دوت كده، عايز امسحه. تمام، جميل جدا. امسحه بسرعه بس كده عشان ايه، ما نوقفش الفيديو او نعمل فيديو تاني، بما ان احنا خلصنا السكوير دي بسرعه. تمام، جميل جدا. نيجي نبدا نكمل، نخليها لون مختلف شوية. تمام، جميل. احنا هنا دوت اللي هي فاضلة، صح كده؟ هنا. تمام، فتمشي يمين او تمشي فوق، وات ايفر براحتك. تمام، فانا ايه همشي مثلا يمين. تمام، اسف يا الله، ماشي خلاص كده. تمام، فانا همشي هنا يمين. تمام، وبعدين قدامكش غير انت تمشي يا اما كده يا اما كده. طب انت المفروض تمشي كده، لو هتمشي كده يبقى انت تنط على طول كده، ما تمشيش هنا على الخطوه دي. تمام، فانت هتمشي ايه، تطلع فوق، الاسهل لك والاقرب لك للكروس دي بار، بعدين تقفل كده. تمام، بعدين كده يعني تبص طول ما انت ماشي، خليك احسب الخطوات هتمشيها. يعني انت طب هنا هنا مليان وهنا مليان، طب هنا لو نطيت هنا هيودينا على فين؟ هيبعدني عن الكروس دي بار اولا، ثانيا مش هعرف انط بعد كده. طب هنا، فخليك ماشي وانت ماشي هتحسبها كده. تمام، فانا مشيت كده، مشيت كده، اسف، مشيت كده، مشيت كده، مشيت كده. تمام، نيجي نكتبها بقى. احنا مشينا من عند السي اي دي، صح كده؟ مشينا فين؟ مشينا كده. رحنا فين؟ رحنا عند ال، طلعنا كده فوق. تمام، صح كده؟ رحنا عند الايه، السي اي، بعدين طلعنا فوق فين؟ عند البي اي. تمام، البي اي اللي هي دي، فاحنا طلعنا فوق عندها اهو، بعدين دخلنا كده عند البي دي، صح كده؟ بعدين مشينا كده. تمام كده، ايه البلس والماينس؟ ادي بلس ماينس بلس ماينس. تمام، بلس ماينس بلس ماينس. تمام، بص بقى قبل ما نكمل، المفروض الخطوات اللي انت بتعملها دي تبينها في الورقه للدكتور. طب بص، وكده كده اصلا امتحان ام سي كيو، فمش تفرق معاك اصلا. تمام، بس انت عشان تفهم مع نفسك. تالت حاجة، بعد ما خلصنا بقى كلهم، بعد ما خلصناهم كلهم، المفروض نعمل ايه بقى؟ المفروض بقى الخطوة اللي بعد كده نيجي نحسب الاندسيز. يعني ايه الاندسيز؟ بص، الاندسيز دي اللي هو ايه، بناء على الماينس والبلس اللي احنا كنا بنحطهم هنبدأ نحسبهم. بمعنى اللي هو انا عندي دلوقتي الاي اول انيز سكوير اي اي، صح كده؟ فالاي اي دي المفروض نجيب لها الاندسيز بتاعتها. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي مثلا هاجي هنا اكتب، عشان مفيش مكان، هاجي هنا. تمام، اكتب في مكان فاضي كده ال A E، ادي A E، صح كده؟ جميل. انت بقى بتروح تعمل ايه بقى؟ بتروح تشوف الرقم اللي هو جنبها دوت، يعني اللي هو الترانسبشن كوست، وايه، وتحط جنبه العلامه اللي هي بلس او ماينس. بمعنى ايه تاني؟ انا دلوقتي اهي بلس 4. تمام كده. طيب تيجي بعد كده، انت نزلت تحت، صح كده؟ فتحت دي كانت الترانسبشن كوست بتاعها 4، وكان بقى علامة ايه؟ كان بقى علامة ماينس، صح كده؟ جميل جدا.
طيب بعدين، بعدين انت مشيت كده صح كده، اللي هو ايه على البي دي، البي دي كان الترانسميشن كوست بتاعها كام؟ 8. كان جنبها علامه ايه؟ بلس. فتمشي تكتب بلس اهو، بلس 8 تمام. بعدين تطلع لفوق، فوق دي كان كام؟ 5. 5 في كام؟ 5 ماينس صح كده، 5 ماينس تمام. جميل جدا. فبعدين ايه الحسبه تبقى هتطلع كام؟ الحسبه هتطلع بلس 3. اه معناها ايه بقى الحته دي لازم نفهمها؟ بلس دي معناها ان الترانسبورتيشن كوست كده هيزيد لو انا وديت البضاعه او نقلت بضاعه من ايه لايه، هيزيد بمقدار كام؟ 3 دولار لكل يونت. فهمت الفكره؟ تمام جدا. طيب نيجي نكمل، المفروض نكمل ايه؟ تاني انيوز سكوير اللي هو الاي اف، الاي اف اللي هو كان جنبه 3 صح كده؟ الاي اف اهو، اي اف تمام كده؟ كان جنبه 3 وجنبها ايه؟ بلس صح كده؟ جميل جدا. اهو بعدين، بعدين نزلنا على السي اف، السي اف كان جنبها 5 وماينس صح كده؟ ماينس 5 تمام. بعدين، بعدين دخلنا كده اللي هو كان 7 وكان جنبها بلس صح كده؟ بلس 7 تمام. بعدين بلس 7 طلعنا كده اللي هي 4، 4 دي كام؟ 4 دي بالماينس صح كده؟ انت كده كده تمشي بلس ماينس بلس ماينس تمام. بعدين، بعدين دخلنا كده اللي هي 8، 8 دي كانت بكام؟ 8 دي كانت بالبلس صح كده؟ 8 تمام. بعدين هيبقى اخر واحده بلس، اسف ماينس، اللي هي ماينس 5 صح كده؟ ماينس 5 صح كده؟ جميل جدا. الناتج في الاخر هيطلع لنا كام؟ بلس 4. يبقى انا لو وديت البضاعه من A ل F الترانسبورت كوست هيزيد 4 لكل يونت تمام. بعد كده تالت واحده اللي هي المفروض كنا نجيبها اللي هي ايه؟ اللي هي دي البي اف صح كده؟ ادي البي اف تمام، ادي البي اف، انا معلش بس ما كتبتش هناك عشان ما فيش مكان تمام. ادي البي اف، ادي البي اف تمام. جميل جدا. البي اف مش ازاي؟ مش كده اللي هو ايه؟ كان بلس 3 ماينس 5 بلس 7 ماينس 4 صح كده؟ بلس 3 بلس 3 ماينس 5 صح كده؟ بلس 7 ماينس 4 مظبوط كده؟ تمام. النهاية في الاخر هتلاقيها ايه؟ بلس 1. يبقى هيزيد 1 لكل يونت ترانسفورم كوست لو انا نقلت من بي ل اف. اخر واحد عندنا اللي هو ايه؟ كان السي، كان السي دي صح كده؟ كان السي دي، السي دي تمام. السي دي المفروض ان هو ايه؟ مشينا كده صح كده؟ اللي هو مشينا ايه كده. فهنا بلس 9 ماينس 7 بلس 4 ماينس 8 بلس 9 ماشي ماينس 8 ماينس كام؟ بلس 9 ماينس 7 تمام، ماينس 7 تمام. بعدين بلس 4 ماينس 8 صح كده؟ جميل جدا. هتلاقي الناتج في الاخر كان سالب 2 تمام كده؟ سالب 2 معنى ايه بقى سالب 2 دي؟ هو اولا طلع لك سالب، معنى كده ان الانيشال تيبل والترانسبورتيشن كوست، الترانسبورتيشن كوست اللي انت كاتبهم في الاول مش دول الاوبتيمال سوليوشن، فانت هتبدا تحسن وترسم تيبل جديد وتحسب الترانسبورتيشن كوست بتاعه تمام. سالب 2 دي معناها ان انا لما انقل بضاعه من سي لدي الترانسبورتيشن كوست هيقل بمقدار 2 دولار لكل ايتم تمام كده. جميل جدا. ان شاء الله في الفيديو الجاي بقى هنعرف ازاي نرسم التيبل الجديد وازاي نحسب ونحسب ترانسبورتيشن كوست وازاي نشوف هنحسن، وما ننساش ان احنا بنمشي ستيبنج ستون يعني ايتريتيف. فاحنا بعد برضو بعد ما نرسم التيبل ونجيب الترانسبورتيشن كوست هنبدا نمشي بطريقه ستيبنج ستون تاني عشان نحسن ونشوف ايه النتيجه اللي هيطلع لنا. لو كان كله بقى طلع هنا بلس، يعني هنا كانت دي طلعت بلس 2، معنى كده ان انا دلوقتي مش هقدر احسن، وان الترانسبورتيشن كوست اللي انا جبته دوت كان هو الاوبتيمال سوليوشن والانيشال تيبل ده كان هو الاوبتيمال تمام، وهقف هنا. لكن ادام طلع ماينس يبقى خلاص كده انا هبدا احسن تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.